عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أنا عندنا هذا سانجر لويسون 34، وهذه فيها ربعة نتاع لي بينيون، وكي تكون قرت الإبرة والله ما دخلت لكم. المهم قرت الإبرة، عارفوا بلي لازم تفيريفيو لي بينيون نتاع هاد لا ماشين. هاد لا ماشين كي تكون نحل مدة طويلة ما تخدموش بها، غاديين لي بينيون نتاعها يفسدوا. فوالا، دونك هنا في هذه الحالة تحلوا، دوخ نوريكم منين باش تفقدوا لي بينيون نتاعكم. فوالا لي بينيون كيما هادو، فوالا راهم رايحين، لازم نديرو كيما هكا وتدورو وتشوفو لي بينيون يكونوا رايحين. وهادو هنا نتاع السنين، تاني نتاع السنين هما راحوا كيما راكم تشوفو، ديجا نتاع السنين هادو، وهادو نتاع لو شاريو رايحين. ومام كي تروحوا تريباري وهاد لا ماشين تبدلوا لي بينيون نتاعكم، لازم يكونوا لي بينيون يكونوا صحاح كيما هادو، يكونوا جدد كيما انا. فوالا هادو راه عندي جدد، وكاين اللي يكونوا عنده لي بينيون ثاني عند محل مده فايت العام غادي يوليو كيما هكذا. هاد لي بينيون ما غاديينش يحكموا بزاف، وكي ديروهم عاود يجي نفس لو بروبليم يروحوا. فوالا لازم ها فوالا هاواني ها هادو راهم فاسدين، وكاين اللي راه يديرهم ومن بعد كي يديو لا ماشين عاود تفسد لهم كيما هذا. فوالا هذا عاد جديد تاني نتا هذا، فوالا فوالا هي بوحدو يروح. لازم تعرفوا كي ديروا لي بينيون تاعكم، لازم تعرفوا وين ديروهم، على خاطر كي يكونوا جدد يكونوا ملاح ويحكموا حنا مده طويله. واذا كان عند ريباراتور ولا الاصلاح كيما هادو عنده المده الصلاحيه تاعهم كملت، غاديين يوليو كيما هكذا. كيف كيما يكونوا هنا، كيما يكونوا هنا هادو كيما يخدموش غاديين يفسدوا. كيما هذا يكون محطوط وفوت عليه العام يولي فاسد كيما راكم تشوفوا. لازم تفقدوا كي ديروا لي بينيون تاعكم في هاد لي ماشين. فوالا هذا عاد جديد، انا كان عندي المده نتاعو فاتت ولاو كامل رميتهم، على خاطر غادي ما يخدموش في لي ماشين. وهاد النصيحه راني قلتها لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.